الأخيرة من عمر المباراة، يعود في الأنفاس الأخيرة من عمر المواجهة، يوقعون على هدف التعادل، يبحثون انتزاع النقطة من مدينة الدار البيضاء، وهذا كما فعلوا من خلال العملية الهجومية الماضية والمحاولة الماضية. من كان يتصور هذا المعطى الهجومي أن يكون بهذه الشكل وبهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ وفي اللحظة الأخيرة من عمر المواجهة، الدقيقة الثالثة بعد التسعين، يأتي هدف من حالهم. البيت بحال البيت ديال الاهلي على الرغم من الزنيتي مع بورتوفوا. اجرى كويرين خربقه ديال الزنيجه صافي. واحد الخلاصه، المغاربه في البطوله عيانه بزاف. استثمر الكره الاخيره، نعم على دي رشاي، هو القناص الذي تمكن من استثمار الكره الماضيه